انا كرمان وبص لك يبقى ليه زعلانه منك؟ بقى ليه مني؟ وانا ما خلصتنيش يا حبيبتي. قولي ده امام البيت اكبر وتتدم عشان سيحتي في موضوع عبد الله. ما كانش العشاء عبد الله. بس انت ما حضفتنيش يا حبيبتي. انت حضفتيني ان انا ما اقولش لحد. انا عرفت منك على طول ورحت مبلغه بعد بالبيت كله. ايوه لازم ارجعك. ايوه بس انا مفهماكي ومرسياكي. انا مش عايزه اجيب لهم سيره ليه؟ يعني دلوقتي بقى لو عباس بيه عرف وطردني. اخس عليكي يا عواطف، يعني لما يكون عندك اي مشكله المفروض تقولي لي انا وجده، ولا انت فاكره ان انت ما تخصناش؟ شايفه؟ شايفه انت؟ شايفه العسل العسل السريعوش اللي لازم بتنام القعده من القعده؟ وانت البصل وليه مطلعه مصل وريحه مقتله. ومع ذلك برضه يا ستي انا مش نازع موضوع عبد الله، ما فكرتش ان انا نازعاه. اسمعي بقى يا ستي، اللي احنا عاملينه عشان الزفت عبد الله ابنك. بص يا ستي الخطه كانت ايه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا عادي ما تتخضيش، ده العادي بتاعها. قطاطا قطاطا ايه الخطه؟ ايوه الخطه. بصي بقى يا ستي الخطه، بصي بقى الخطه. العربيه هتيجي